الحمد لله، تمام زي الفل. ايه الاخبار؟ مستعدين للبورتريه؟ إن شاء الله. نعم ان شاء دكتور، شو الله الأخبار؟ باذن الله. تمام الحمد لله والله يا رب. طيب هقول لكم بسرعه على البرنامج بتاع النهارده. ان شاء الله هنبدا نشوف الواجب ونعلق عليه، نتكلم شويه في الطبيعه الصامته، وبعدين نقفل باب الطبيعه الصامته خالص ونبتدي في البورتريه. المحاضرة النهاردة بسيطة، هنستعرض بعض الصور والفيديوهات، وبعد كده هتشتغلوا وهنتقابل تاني إن شاء الله الساعة 7 عشان نعلق على الشغل. فممكن أحمل الصور كده، ولو في أي سؤال يتعلق بالطبيعة الصامتة ممكن نبتدي نتناقش فيه، عشان خلاص عاوزين نقفل الباب، ويا ريت اللي متأخر في الطبيعة الصامتة يحاول يخلص الشغل في أسرع وقت. دكتور، أنا عندي سؤال في الألوان وخلطها. طبعا اتفضل. لما باجي أبص على الرسمة وأحدد درجة الرمادي اللي برسمها دي، بتبقى محمرة ولا مصفرة ولا مزرقة، أحددها. بعد تمام. كده باجي أخلطها وأستخدمها بلاقيها درجة تانية، فأنا مش قادرة أحدد ده عيب من الخلط في الألوان ولا عيب في اللي أنا طبعا مشغلها. مشكلة في النسب. يعني انت دلوقتي لو شايفة درجة محمرة شوية، اللي بيحصل ان انت بتحطي احمر على البلد، تمام كده؟ طيب الدرجة المحمرة دي مش صريحة، لازم تكتميها بدرجة الاخضر المقابل. فاللي بيحصل ان انت بتعملي ايه؟ بتحطي اخضر كتير، زرق درجة اخضرت او زرق ازرقت شوي. او اصفرت، فاهمة؟ يعني انت بتزودي نسبة اللون المقابل كتير. فمجرد ما تظبطي النسب بس هتلاقي الموضوع اتظبط. فحاولي تحطي حاجة بسيطة، يعني بلاش تدلقي لون كتير، فاهمة؟ طيب شكرا يا دكتور. خلاص، لأن الأكواريل بالذات صبغة اللون بتاعته مركزة، فنقطة صغيرة ممكن تأثر. تمام، هي مشكلة بس نسب مش أكتر من كده، ومع الممارسة إن شاء الله هتلاقيها ظبطت لوحدها. طيب نشوف شغل عبير، ولو حد حابب يعلق على أي حاجة في الشغل اللي هنشوفه أو يسأل أي سؤال يتعلق بالشغل مفيش مشكلة. وأنا قلت لكم قبل كده، يا ريت لما ننزل شغلنا على الفيسبوك نكتب تفاصيل العمل، يعني أنا اشتغلت بعلبة ألوان نوعها إيه، واشتغلت على ورق نوعه إيه وكام جرام، واشتغلت في فرش عاملة إزاي، صناعي ولا طبيعي، مدورة ولا مبططة، لأن إحنا هنلاقي تنوع كبير قوي في الشغل. ففي بعض الناس هتبقى بتسأل هو عمل التأثير ده ازاي؟ هو اللمسة دي اتعملت ازاي؟ فيا ريت يا ريت لما لو هتنزلوا شغلكم يعني على الفيسبوك تكتبوا التفاصيل دي. نشوف شغل عبير في الأول. عبير، أهلا أستاذ، كيف أهلا يا الحال؟ عبير. الحمد لله والله تمام. شغلك دايما مميز، وكادراتك كمان مميزة قوي، دايما بتاخدي الزاوية المرتفعة دي، وده مميز شغلك، يعني عامل حاجة حلوة قوي في الجزئية بتاعة التكوين والكادر. الأداء اللوني برضو مميز، جميل جدا. أنت شغالة على ورق فابريانو صح؟ إيه على كانسون 300 جرام. كانسون مضلع بالطول؟ إيه غريبة، مش عندنا في مصر كانسون مضلع، ماشي بس كويس، جميل جدا. حلو، برغم إن فيه، بصوا، برغم إن التكوين سيمتري وفي حاجتين وحاجتين، بس برضو مفيش إحساس بالملل، يعني أنا حاسس إن فيه تنوع حلو قوي. وهي كسرت الملل ده كمان بان هي عملت رمانة كاملة، وبعدين هنا الثلاث انصاص دول مختلفين في الشكل والحجم. يعني الحاجات دي يعني بتبقى محتاجة ذكاء شوية من المصمم، ان هو ازاي يكرر الحاجة وما يحسسنيش بالملل. في بعض المعارض او في بعض الفنانين كمان ممكن تلاقوا كل اعمالهم على مدار مسيرتهم الفنية كلها هو بيستخدم مجموعة عناصر بسيطة، يعني بيستخدم مثلا الحصان والهلال والبنت، ثلاث عناصر. كل معرض تروح له هتلاقيه هو مستخدم نفس العناصر، بس الذكاء والمهارة في ان هو ازاي يحط العناصر دي بشكل مختلف ويقدم لك بيه صياغات مختلفة في كل عمل، ده النجاح بقى في حد ذاته. فعبير ما شاء الله عملت ده في اللوحة ببساطة جدا، يعني هي رمانة واحدة بس، يعني او عنصر واحد بس اللي هو عنصر الرمان. وبصوا ازاي خلقت عالم متكامل، وفي تكوين وفي حركة للعين وفي اتزان وفي ظل ونور ومفيش فيه رتابة بعنصر بسيط، على عكس بعض الناس بقى اللي بيتفزلكوا، بيعمل تكوين صعب مليان خامات كتيرة جدا ويعقد الموضوع على نفسه، فبالتالي لا بيعرف يلون ولا بيعرف يظبط نسب ومنظور، وبيفقد الهدف الأساسي اللي احنا بنشتغل عليه أصلا في الورشة دي، إن احنا نتعلم تلوين. خلاص، فبرافو يا عبير، أحييك بصراحة، يعني شكرا تسلم. جزيلا، شكرا جدا، شكرا. ربنا يكرمك.
يومنا محمد الغريب. ايوه ايوه يومنا، تكوين جميل، وضعه في اللوحه كويس. يمكن الاضاءه كانت عاوزه تبقى اشد من كده، حاجه بسيطه قوي بس تمام مش مشكله. ايه تاني؟ العناصر يغلب عليها الغامق، بس طبعا الخلفيه البيضاء اللي انت حطيتيها يعني حلت المشكله شويه. الفازه المعدن دي معرفش ليه لما اتلونت مالت. ما انا خدت بالي لما صورتها، ما خدتش بالي وانا بشتغل، فانا مش عارفه. تمام. والتفاحة برضو لما اتلونت اتمطت لفوق. ماشي، فناخد بالنا من النسب يعني، نحاول نحافظ عليها لآخر لحظة. بس طبعا التلوين جميل. الظل اللي ورا متحدد بزيادة، كان ممكن يبقى فيه كده فاصل ما بين الفاتح والغامق عشان ما يخطفش عينيا قوي كده. اوكي تمام. تمام كده، بس دراسة العناصر هايلة طبعا، تسلم ايدك، شغل جميل. شكرا شكرا. شكرا يا سارة. عادل عبد الله. اي دكتور، يا سارة ازاي؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام زي الفل. ده ورق كانسون صح؟ اه ده كانسر. تمام جدا. التأثير التلوين كويس، التلوين حلو جدا، مش هتكلم فيه خلاص. عندنا بس مشكلة في التكوين ان هو صغير، وطبعا احنا اتكلمنا في ده المرة اللي فاتت. اه فعلا. تمام. وفي حاجة تانية في التظليل، مبينة العناصر طايرة، تحسي البرتقانية طايرة والموزة طايرة صح؟ بسبب ايه اه هو بقى؟ الظل فعلا مش مظبوط، بس انا مش عارفه اظبطه ازاي، يعني هو هقول لك حاسه في بسبب حاجه ايه، غلط في عشان ما السنتر. تعمليهاش تاني. احنا ماشي عندنا تمام. في ظل اه مرتمي على الارض، تمام، وفي تمام. ظل على العنصر نفسه، الظل الذاتي بتاع العنصر. انت اه تمام. عملتي ريفلي فاصل حاد قوي، فحسسني ان البرتقانه دي طارت في الهواء واتعكس فيها ريفلي من الارض المنوره، فاداني احساس الطيران ده. بصي برضو الموزه، شايفه الريفليهات اللي بتعمليها الفواصل دي؟ كل الفواصل دي هي اللي مدياني احساس بالطيران، انما الظل المفروض الظل طالع من تحت البرتقال، فاهمه؟ وحتى لو في ريفليه، الريفليه هيبقى موجود هنا كده وهيبقى ضعيف، مش هيبقى قوي زي ما انت عاملاه. فالتحديد اللي انت عاملاه ده عمال يفصل العناصر عن الخلفيه وعن الارض، فبلاش نعمل. هي ماشي الفكرة كلها في الخط الفاصل ده اللي أنا سايباه، بالظبط هو بالظبط. مبينها طايرة. اه كأنها ستيكر ملزوق كده. أيوة. بس ما عدا ذلك الشغل جميل، بس نراعي بس ان التكوين ياخد حجمه بعد كده، وعنصر ثانوي زي القماشه ما يفرضش سيطرته على اللوحه كده. اه يعني هو كان ماشي. المفروض يبقى بالطول شوية، يعني هو لو أنا لا حطيت التكوين، العناصر بالطول، لا التكوين انا نفسه مثلا بالطول لا هو بالعرض برضو، بس تقطعه. هتشيل الحشو. بصي كل اللي بره ده مهم، يعني لو شلته هيحصل ازمه، لا ملوش اي لازمه خلاص. ويبقى بالتالي التركيز على التكوين نفسه خلاص. بصي شكله حلو ازاي في الورقه، تمام. ماشي اوكي بس شغل جميل يا ساره، تسلمي. شكرا على الدكتور. عفوا. ساره خالد. زي كويس يا حضرتك. ساره، الحمد لله تمام، بقت حلوه لما خلصت والنسب اتظبطت. بس برضو خلينا نستمر على السكتشات السريعه الكتير، سكتشات خطيه كتير، عشان لو في مشاكل في النسب او المنظور او كده نحلها. بس كويس والله، منظور الترابيزه المدور ده والدورانات الكتير من اصعب الحاجات اللي ممكن تترسم، فانت عملتيها كويس. برافو. عندي بس تعليق على التكوين، ان انا حاسس ان التكوين كله نفس اللون، عناصر كلها بني والقماشه زرقاء. فانت لو انت كملتي، ولا هما كان لونهم كده فعلا؟ يا سارة حضرتك سامعني؟ أنا سامعك كده. اه تمام. هما كان ألوانهم كده فعلا، لأن الكوباية الاتنين فخار. والبصلة شبه. اه والبصلة للأسف ما كانش عندي بصل أحمر، فالبصلة برضو كان نفس اللون. نفس اللون الطوبي بتاعه. طيب ما فيش اه مشكلة، بس بعد كده نحاول يبقى فيه تنوع أكتر في الألوان أيوة عشان ما أنا أحسش ده وأنا بالفصل. بلون. تمام، بس جميل حلو، والشغل في القماش كويس قوي. حاولي بس ما شكرا. تسيحيش كتير. ماشي، ماشي شكرا يا ما دكتور. تسيحيش، سيب اللمسه كده تنشع براحتها وتخرج بره الاطار بتاعها عادي، ما فيش مشكله. بس تمام جميل يا ساره، تسلمي. موضوع الامضه يا جماعه مهم، هقول لكم دلوقتي احنا نمضي فين. شايفين الامضه هي حطاها فين؟ حطاها في السنتر بتاع اللوحه، وده مش صح. وكمان حطاها جنب الفريم، فممكن لو
بتاع البراويز هيبروز ممكن يقطع الامضه، يعني تتقطع كده، فده غلط. فنمضي ازاي بقى؟ نمضي في التلت التحتاني بتاع اللوحه، يعني لو هقسم تلت تلات كده يفضل يبقى الامضه موجوده في المكان ده، هعملها لكم باللون الاخضر. يعني ممكن امضي هنا، ممكن امضي هنا، ممكن هنا، بس ما اجيش في النص برضه، ممكن امضي هنا، امضي هنا، في اي مكان في دول، انما ابعد عن السنتر، يعني المنطقه دي ما امضيش فيها خالص، لا فوق ولا تحت ولا في النص، وابعد عن الفريم ما امضيش هنا خالص، وابعد عن الجزء اللي تحت خط الارض، وابعد عن اللي فوق، وابعد عن اللوحه من فوق، وابعد عن اللوحه في النص. يبقى الحته اللي فاضيه اللي انا سايبها لكم دي امضوا في اي مكان فيها. تمام كده؟ ماشي يا سار، شكرا جدا. وننزي بايه؟ يعني الفرشه والالوان صعبه. هنمضي يعني بدرجه، مش اغمق درجه كمان، يعني اللوحه اللي قدامنا دي ممكن امضي بالدرجه دي، شايفين الدرجه دي، امضي بيها لو همضي بيها على الفاتح ده. انا قصدي القلم بالفرشه. لا بالفرشه بلون، ممكن بالقلم الجاف او الحبر، بس برضو الامضه تحسوها بتبقى شاذه شويه عن المود اللوني بتاع اللوحه. انما لو انا مدخل حبر كده كده ممكن امضي بالحبر. الامضة بالفرشة صعبة شوية. انا بمضي بخط عربي. رفيع. قلم خط عربي. ما هو بيبقى قوي، يعني اللون بتاعه اسود جدا. فممكن أوه. بالفرشة، الفرشة اللي هي رقم واحد اللي موجودة في علبة الاكوريل. ماشي، نحاول نكتب بيها، يعني ده تدريب في حد ذاته. ماشي. تمام، بس ده شغل كويس. ده مين؟ مش عارف اقرا الاسم. ميار خضير. انا يا دكتور. اي ميار، ازاي؟ الحمد لله بخير. تمام، شغل جميل والتلوين رائع، تكوين حلو. هو بس التكوين ككل كده كان عاوز يجي ناحيه اليمين، بصي كده. تمام، كل ده كان عاوز يتحرك يمين شويه. تمام، اوكي. ويكبر. ايه تاني؟ تحسي الازازه مايله شويه؟ ممكن. بصي، والجنبين مش شبه بعض. هو تقريبا التصوير ده كان، مش عارفه هو ده اول تصوير ولا تاني تصوير، بس كان في تصوير فعلا انا كنت مميله التكوين في التصوير، بعد كده ظبطت التصوير، فمش عارفه هو ده انهي واحد، بس كان في واحد وكانت استاذه نهى قالت لي يعني انه مايل، فلما صورته مره تانية كان مظبوط. طب كويس جدا، بس كويس. والدوران برضو بتاع الزراعيه من تحت عاوز يزيد. ماشي تمام. التلوين هايل، التظليل حلو قوي، اللسعات الجواش اللي انت مدخلاها دي كويسة، برافو. بس جميل يا ميار، تسلم ايدك. يا ريت يا جماعة ننزل شغلنا بعد ما خلص على الفيسبوك ونكتب التفاصيل بتاعته زي ما قلت. ولو في حد عنده مشكلة في تنزيل الشغل على الفيسبوك بعد ما خلص الواجب هتكلم معاه، يستعد كده. يلا، الشغل اللي قدامي ده بتاع مين؟ مش مكتوب اسمه ولا امضى ولا اي حاجة. طيب، هو التلوين كويس والتأثير الألوان باين كويس. أنا دكتور طبعاً. إسلام. أيوة يا إسلام، إزيك يا باشا؟ بص، عاوزين نأكد الغامق شوية في بعض المناطق، تمام؟ القماشة ما بتبقاش عبارة عن خطوط كده حادة. يعني حاول تبص لها تاني هتلاقيها مساحات ومش متصلة قوي كده، وفي جنبها تونات مختلفة تانية، يعني مش مجرد مساحة فاتحة وفيها شوية خطوط. تمام. البراد شويه محتاج بس يتظبط برضو، يعني حاسس ان في ميول، المحاور بتاعته مايله، يعني بصي كده لو حللناها اشكال هندسيه هتلاقي، بص الاشكال عامله ازاي. اوكي. لا، هو المفروض يبقى عدل، يعني ادي الاكس بتاعه في النص، وادي الجزء اللي فوق، وبعدين الشكل الهندسي ده. تمام، وبعد كده اعمل الكيرفات بتاعته عشان بس التلوين كويس قوي. خلينا بس نعمل سكتشات كتير برضو عشان نظبط الحته بتاعت الميول بتاعه الخطوط ما تخدعناش. ولو بتمسك اللوحه بشكل مايل بلاش، خليها قدامك بشكل راسي. وانا اشتغلت فلات. ايه؟ كانت فلات قدامي على الترابيزه. كانت قدامي عينيك على طول. طيب خلاص، مفيش مشكله، بس نحاول بقى نراجع الاوت لاين بعد ما نخلص قبل ما نلون، عشان ما يبقاش فيه الميول دي. الافضل في التلوين يا دكتور ان اللوحه تبقى مايله زاويه 45 ولا تبقى فلات على ترابيزه فلات قدامي؟
لا تبقى على ترابيزه احسن. في الووتر كلر تبقى على ترابيزه، وممكن ميل خفيف تميلها بزاويه 45 خفيفه كده، وممكن في اللمسات الاخيره تعدلها خالص عشان تبقى شايف كويس، بس الاوتلاين طبعا لازم راسي. تمام، بس جميل يا اسلام، شكرا جدا. بعد كده حد تاني، ندى عامر. ايوه، شغلك مميز يا ندى، لمستك مختلفة جدا، والجميل ان هي موجودة في كل الخامات، يعني انا بحس بشخصيتك في كل الخامات تقريبا، فدي حاجة كويسة. نعم، بقول الحمد لله. الحمد لله، تمام، جميل جدا. بس ملحوظة بسيطة قوي، ممكن درجات الغامق اللي في الازازة كانت عاوزة تكتر تزيد بس. اوكي ماشي، يعني ده مش هيأثر على اسلوبك في حاجة، يعني مش هيبوظ اللوحة ولا حاجة، بس عشان احس برضو بالقيمه اللونيه دي، لان دي حاجه مهمه، ما ينفعش اضحي بيها، ما ينفعش الغي الغامق اللي موجود في الازازه واخليه شبه الغامق بتاع التفاح. تمام، طيب، بس غير كده الشغل عظيم، تسلم ايدك. طيب، نعم. ميسا سيم، حضرتك صباح الخير. لا زي صباح الفل. حلو قوي، وضع الامضه كويس. بص يا جماعه، مكان الامضه فين؟ في التلت التحتاني زي ما بنقول، يعني انا حاسس ان هو كان عاوز يطلع فوق شويه، بس يعني الامضه بتوزن التكوين ساعات، يعني في احيانا تلاقي التكوين مش متزن فتحط الامضه في حته فتوزنه، او تحطها في حته فتعمل خلل. كان ممكن تمدي برضو فوق، يعني احنا هنا برضو في التلت التحتاني، ممكن تمدي هنا، ممكن تمدي هنا، ممكن تمدي هنا، فما شاء الله عشان التكوين عندك عرضي، ففي اماكن كتير ممكن نمدي فيها كويس. وضع التكوين في اللوحة أحسن من الصورة، لأن الفراغ الكبير بتاع الأرض في الصورة مش حلو، إنما في الرسمة محلول كويس، ودي حاجة من مهمة، صفة مهمة جدا في الفنان، اللي هي صفة المعالجة، إن هو بيعمل معالجة. أنا لما بعالج مريض، كلمة معالجة معناها إيه؟ معناها إن أنا بحوله من حالة مرضية لحالة صحية، بحوله من حالة لحالة. فأحيانا ممكن نرسم كادر وفيه شوية عناصر مش ظريفة أو مش مريحة في التكوين، فممكن أضحي بيها وما أرسمهاش، ولو أنا مضطر أرسمها بعالجها معالجات كده فنية عشان في النهاية اللوحة شكلها يبقى كويس. فأنت عملتي ده؟ أنا صورت الترابيزة، صح؟ أنت صورت الترابيزة، نزلتي خط النص ده، لأن خط النص ده مزعج جدا في النص كده، فأنت نزلتيه فأنت حلتيه حل مثالي تصميمية. تمام؟ برضو بصي الميزان نفسه متوسطا، شايفاه؟ أنت جبتيه ناحية الشمال، حركتيه ناحية الشمال، فبرضو كسرتي السيمترية بتاعته، حاجة بسيطة كده. كان في مماس هنا بين الرمانة وبين حرف الورقة، انت لغيتي المماس. فجميل ان يبقى عندنا الروح بتاعة التعامل مع التكوين، مش ان انا مجرد ان انا بنقله طبق الاصل وخلاص. عادي ممكن في نطاق ضيق، يعني في الفترة اللي احنا فيها دي، من غير ما نشطح قوي ونكسر القواعد بشكل كبير، ممكن عادي اتحكم في اماكن بعض الحاجات. الشغل كويس قوي، ممكن بس الحاجة اللي شد عنايا الظل الورق، حسوا كده بقى بطل وبقى جديد، واخد عيني من التكوين الأساسي. هو ما كان كان فلو كده ملوش لون، كان منرفي، زودت أزرق وموف وأحمر. هو عشان لونه مغدر أكتر منه مزرق. ما أنا مشكلتي في ألوان المية، ودي كانت مشكلة كمان في الميزان، مش عارفة أجيب لون النحاس. أن أنا يعني الخشب لونها برتقاني، يعني الخشب اللي والأرضية واحدة اللون الأحمر، فأنا قلبتها أزرق، يعني غيرت لونها تماما. بس الظل بقى أما بكت كان قريب من الميزان، كل ما غمق الميزان يبقى شبه الظل، كل ما يعني الموضوع توز بيزناني very very difficult، بالذات إن هم بيسيحوا على بعض، حتى لما بينشفوا وحطوا مية تاني رح دخل على التاني، فبقتش عارفة أعمل. مفيش مشكلة، احنا ممكن ندي طبقة أصفر خفيفة كده على الظل، فيهدي البنفسجي ده شويه. ممكن تشتغلي شويه في الصاج النحاس ده، يعني بصي اللسعه دي انت جايبه لونها كويس بني، يعني بصي الدرجه دي عامله ازاي، بني غامق على ازرق غامق. تمام، اوكي. فبلاش فكره ان النحاس لونه اصفر تسيطر عليكي وتخليكي تشتغلي كل حاجه بالاصفر. اهو انت عملتي كل حاجه بالاصفر، فايه اللي حصل بقى؟ لا انا عملت اصفر واقر تمام، ودرجه بس غير هل بني، خدت من البني اللي بعمل فيه طبقه وحطيته فيهم كمان. لا، في محتاجين بني اكتر، لان بصي يعني كل ده مش اصفر، اللي انا محدده ده مش اصفر.
ده بني غامق جدا، بني مخضر وبني محمر. ماشي، فبلاش نتقيد بلون الحاجه اللي احنا عارفينه عنها. خلاص، يعني انت بتشتغلي في منطقه غامقه فاستخدمتي لون فاتح جدا، فطبيعي مهما هزود لون مش هيغمق. طب لو غمقت الطبق او الكف الظل لازم يغمق برضو ولا هيبقى؟ لا ملوش علاقه، ملوش علاقه. لا الظل تونه كويس. يعني بصي كده الحديده اللي في الارض دي، هو شايف اللون بتاعها اللي انت عاملاه ده؟ شايف الطبه دي؟ شايف اللون بتاعها؟ هو ده لون النحاس. يعني شوفي عملتيه ازاي واعمليه في النحاس. اوكي خلاص، بس ظبطي لنا ده ومنزله بقى على الفيسبوك. شور. شكرا جدا. نعم، ربنا يخليك. يلا حد تاني مش كاتب اسمه برضو. ده انا وسام، بس دي مش اخر صوره، ده دي تمام يا وسام. يعني انت بعت صوره تانية. طيب هنشوف اللي كامله لما تيجي. حاضر، تمام يا وسام. سالي زناتي. اي دكتور مايك. طيب سالي، شغل جميل يا سالي، مميز، ربنا يخليك. التكوين حلو قوي، بس يمكن اسمها ايه المشنه دي، المشنه دي طلعت بيضاويه شويه. واخده بالك؟ بس ماشي، يعني انت مبالغه في الحاجات، عاملاها فيها استطاله كده. معرفش ده بسبب ان انت كنت بترسمي الاوت لاين واللوحه نايمه على الترابيزه ولا مش عارف. انا كنت بعمل كده. فعشان كده يعني حصل فيها الاستطالة. انت كنت شايفاها عدله، بس لما وقفتي اللوحه بقت فيها منظور كده وفيها استطالة، فيها مبالغه. حاولي ما تعمليش كده تاني في الاوت لاين. الاوت لاين ارسمه واللوحه واقفه. خلاص، حاضر، اوكي. بس التلوين نهائي. تسلم ايدك. بس غمقت يا دكتور، صح؟ مين غمقت قوي؟ انا مش عارفه، حسيت ان الحته اللي هي بتاعت سبت العيش دي غمقت قوي، اللي هي الحته الجزء ده بتاع الداخلي، الجزء بتاع الشبت ده. اغمق شويه. تمام، جزء السبت اغمق حاجه بسيطه، بس مش مشكله، مش ازمه. تمام، الظل اللي ورا كويس، بس برضو نسبه الازرق زادت. كان المفروض يبقى ايه؟ انت في الصوره لونه ايه؟ محمر ولا مزرق ولا مصفر؟ انا شايفاه مزرق. مزرق، تمام جدا. فكلمه مزرق دي معناها ان الحيطه لونها اللون اللي هو اللون الابيض ده، وجاي عليها ظل، واخد انعكاس خفيف قوي من الاضاءه البارده، فمزرقه. فمعنى كده ان انا اخلي لون الحيطه في الرسمه ازرق عشان بس انعكاس الازرق. طب ما احط ايه؟ انا بقول لك اهو، خلي اللون الرمادي يبقى غالب اكتر من الازرق. رمادي ولا غالب؟ اوكي، يبقى رمادي مزرق. انما لو حد شاف الصوره دي دلوقتي هيقول لك الحيطه لونها ازرق. لونها ازرق. الخامه نفسها بتاعت الحيطه لونها ازرق. عشان كده لما كنت بقول لكم الحاجات اللي بتاثر على لون العناصر اللي احنا بنرسمها، كنت بادئ الاول بلون الخامه. لازم احترم الخامه نفسها، احترم لون الحيطه، لازم الحيطه تبان فعلا الحيطه لونها ابيض. وبعد كده ببص للاضاءه، تاثير الاضاءه على الحيطه، واخر حاجه خالص بلتفت لها لانعكاسات. اوكي، فما ينفعش اشتغل على الانعكاس واخلي الالوان كلها زاهيه والغي الصفه بتاعه اللون الاساسي بتاع العنصر. تمام كده؟ اوكي دكتور، ماشي. بس يعني هي الحيطه هنا غامقه جدا اهي ومزرقه، بس برضه انا عارف ده ظل حيطه بيضاء. تمام؟ بس هنا لا، الحيطه بقت ملونه. بس جميل جدا، ظبطي بس الحاجات دي او خلاص كده تمام. نركز بس في الملحوظات دي المره الجايه. شكرا يا سيدي. العفو دكتور. ربنا يخليك. يلا حد تاني معانا. ده مين؟ لا انا تغريد. مش ماضية ليا تغريد؟ مش بمضي على رسومات. حلو قوي. طب هتمضي امتى؟ يعني مش بعرف، يعني يبقى ليا شكل امضى مميز. انا موافق، انا موافق. يعني امتى بقى؟ قولي لي تاريخ كده ويوم وساعة هتمضي فيه. يلا عشان استنى اليوم ده النهارده وكل الناس كده ونستعد. النهارده؟ النهارده. يا ريت يا ريت، عشان حرام الشغل ده بينزل على النت والناس بيقعدوا يسالوا ده شغل مين وده مش عارف ايه، فيبقى اسمك على الاقل موجود. تمام؟ اوكي. لأن ده بس على فكرة ده ايه؟ تمام. لا حضرتك كمل. قولي. طيب دي ايه؟ دي مش اللوحه، يعني مش الحاجه الاخيره. كنت حاطه يوني بان وكنت متاكده يعني اللوحه انا اكتر. شفت الاخيره، يعني انت مضيتي على الاخيره صح؟ لا ما مضيتش برضو. انا بتكلم بس انا ناقصه. يعني انا حابب امضيتكم تبقى متشافه دايما واسمكم معروف كده، لما بنشير الشغل يبقى الناس شايفين ورابطين الرسم بالاسم.
ده هيفرق صدقوني، يفرق مع الوقت، بس شغل جميل جدا وهو حلو كده من غير الحبر. يعني انا هشوف الحبر لو موجود وهنشوفه تاني ونبتدي نقارن نشوف تأثير الحبر عامل ازاي، لان دخول الحبر مع الاكواريل ده موضوع المحاضرة الجاية لسه في المناظر. يعني احنا لسه هنتكلم في ازاي ندمج خامات مع الاكواريل، بس جميل يا تجربة. تسلم ايدي. مرسي جدا، شكرا. حد تاني برضو مش ماضي؟ ايوه يا دكتور. ايوه هي اللي بس انه عودت زدت عليها اشياء، يعني هي مش النهايه. والله طيب تمام. يعني عملت البن ده ولا لا؟ طبعا. جميل تمام ماشي. انا عاجبني الشغل قوي، والتكوين حلو مختلف، التظليل كويس، التلوين كويس، النسب تمام. يمكن بس الفورم في الكوبايه مش حاسس ان هي مسطحه. لو ركزتها كده هتلاقي فيها درجات، هتلاقي فيها شوية تونين. عودت اشتغلت عليها أكتر، بس لغيت اللي تبعت الكباية حسيت إنه إذا بلغيها بضل العين جوا. لا مش شرط، هي حلوة برضه، يعني هي بصة جوا كده هيك. تمام تمام. فلا جميل، يعني الكيرف نفسه بتاع الإيد مش مخرج العين بره، لا بالعكس موجهها لجوه. بس كويس، جميل جدا. الابيض الكتير ده انت اشتغلت فيه ولا لسه؟ الجهه اللي من عند الفنجان القهوه اشتغلت فيه وعملته رماد مخضر، اما الناحيه الثانيه وين الكعكه البسكوتي لا بالمره. يعني ده اسمه بسكوت عندكم؟ ده باتيه عندنا. لا ده هو كروسان، بس يعني انه كروسان. كروسان. تمام جميل جدا، حلو قوي. طيب هنشوف بقى الخلصانه هتيجي ولا ما نزلتهاش؟ نزلتها على الفيسبوك مش على التليجرام. مش على التليجرام، طيب خلاص مفيش مشكله، نشوفها على الفيسبوك ان شاء الله. شكرا جدا يا روان. تسلمي. هنا ميار. حلو، هنا اتظبطت يا ميار. امال الكثير انا كنت ماسكاه من غير ما يبقى ساند على حاجه، فكانت ايدي بس مايله شويه، كانت جايه بزاويه شويه. تمام طيب كده احلى كتير طبعا. ماشي، لو قدرتي بس تظبطي الزرعه من تحت تخليها مدوره يبقى احسن. تمام يا دكتور. تمام كده، استسلمي. ميار تاني، حلو قوي. كويس يا ميار، احساسك في التلوين حلو، بس برضو دوران الاسطوانه من تحت، انت عاملاها مستطيل. مستوى نظرك فوق، يعني بصي كده مستوى نظرك فين؟ مستوى نظرك هنا. تمام. باي حاجه تيجي في الخط الاحمر ده تبقى مستقيم، انما تحت تبقى ايه؟ مدور. تمام يا دكتور. ماشي، كل ده يبقى مدور. هو انا بس يمكن الحاجه كنت شويه بشتغل بسرعه لان انا عندي امتحانات وبحاول ما يعني طيب ما اقصرش في حاجه يعني. لا لا جميل جميل. شكرا. تسلم ايدي. ساره خالد. ايوه يا دكتور، دي تاني رسمه انا. جميل يا ساره، تسلم ايدي. الام ده كويسه، مكانها كويس، بس كانت عاوز تدخل جوه شويه، لأن يعني ممكن بتاع البراويز يقطشها كده. عندي مشكلة في الإمضة في كله. ما أنا قلت لكم أهو، يعني مكانها هنا كويس، ممكن هنا كويس، ممكن هنا، هنا، أي حتة من دول. خلاص؟ التكوين ده عرضه أكتر ولا ارتفاعه؟ إيه معلش يا دكتور مش سامعة؟ عرض التكوين أكتر ولا ارتفاعه؟ هو هنا في الرسمة يعني ولا؟ هنا المفروض يعني انا عاملاه ارتفاعه اطول بيتهيالي. طيب التكوين ده يترسم بالعرض احسن ولا بالطول؟ بالعرض. ده انت بتخمني وبتساليني ولا ده فعلا اقتناعك؟ لا اقتناع. طيب كويس، يعني لو عملنا كده انا حسيت ان القماش خد اكتر ايوه بحر قماش، تحسي انت جبتي كده جبتي سمكه ورميتيها في بحر قماش. ايوه مع ان السمكه دي هي البطل، يعني المفروض اركز عليها. خلاص، فكل ده ما عملش اي اضافه للتكوين. خلاص بصي لو شلته عشان تعرفوا بس في اللوحه، لو الحشو اعرف منين انه حشو ولا لا، انك لو شلتيه مش هيضيف حاجه، ملوش لازم. مش كده التكوين مرتاح اكتر وحجمه كويس في الورقه. بصي كمان خط الارض هنا فين؟ في التلت مش في نص. بصي عندك في الرسمه هنا في نص صح؟ فقاسم اللوحه نصين. فالافضل ان انا اعمل تكوين بالعرض او مصوره بالعرض ورسمه بالعرض.
تمام كده؟ تمام. بس التلوين جميل طبعا، حلو قوي. ممكن بس دوران الكنكة يزيد اكتر من كده. تمام. يعني بصي دوران الطبق قد ايه، انك شايفاهم من فوق، فطبيعي الكنكة ما تبقى مدورة جدا كده. بس تسلم ايديك يا سارة. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا جدا سارة عادل. ممكن الامضة كويس، وممكن عادي نمضي كده بقلم حبر بس يبقى رفيع وخفيف، لان الحبر ده من نفس مادة الاكوريل، وبرضو يعني يفضل كده يبقى بالفرشة، بس طالما هقدر اتحكم في السن واخليه خفيف وشبه الاكوريل مفيش مشكلة. ده شغل كويس يعني، قريب اكتر للسكتش وفي تأثير المية. تمام، بس الحاجات طبعا مفصولة بسبب الهالات اللي انا بسيبها حوالين الاشكال. في هالة هنا، في هالة هنا، كل دي هالات. التحديد ده بيخلي التكوين مش راكز على الارض، حسه طاير او ستيكر ملزوق، فبلاش نعمل كده. بس شغل جميل. رانيا زكريا. ايوه يا دكتور. ايوه يا رانيا، شغل حلو قوي، تكوين مميز مختلف. تمام. احساسك في الاكوريل مميز جدا، ويميل اكتر للحس التصوير، يعني احساس المصور. يعني المصور ده دايما بتبقى شخصيته طاغيه اكتر على الشغل، وبيبقى بيهتم اكتر بثبات التكوين والقيم اللونيه، ان يبقى كل تون في مكانه مظبوط، الفاتح موجود في مكانه والغامق موجود في مكانه. فانا عاجبني في شغلك انك فعلا عندك الحته بتاعه المصور، انك بتشتغل الالوان الاكوريل باحساس المصور. تمام. تمام. وطبعا في نفس الوقت ما ضيعتيش تاثير الميه. بصي هنا كل الاحساس ده الوان ميه، بس الغامق الكتير اللي ورا ده كويس، لان التكوين بيستدعي ده ان انا غمق. فما ينفعش حد يجي يقول لك فتحي الحته دي عشان تبيني تاثير الاكوريل، ما تسمعيش كلامه، لان لازم اغمق عشان اوصل للتون ده، لان ما ينفعش اضحي بالتون ده في سبيل ان انا ابين الميه بتاعه الالوان. كمان هيظهر التفاح والورده طبعا. يعني لان التكوين ده مش هيظهر فعلا غير بالخلفيه الغامق، وانت في نفس الوقت عندك شفافيات كتير اهو في الغامق، انت ما عملتيش كتل لون. ماشي، دخلت كمان عشان ما يبقاش كتله واحده او يعني بالزبط. ما يبقاش بالظبط. لا شغل كويس جدا مميز. تسلم ايدك يا رن، زي الفل. بس ما مضيتيش ليه بقى؟ ساعات بخاف امضي بصراحه، لان حلو قوي يعني بتبرويز اللوحه من غير ما تمضي. لا في حاجات بمضي عليها، بس بيبقى الموضوع بالنسبه لي يعني ما ببقاش عارفه اتحكم في الفرشه وانا بمضي شويه. مش مشكله، سيبيها تطلع باحساس الرسم كده في نفس اللحظه، تبقى احساسها حلو، مش لازم تطلع اسطمبه وبالختم. تمام، امضيها وزي ما تيجي. يعني هو جمال الامضه لما حد يقتني منك عمل بعد كده، انك ماضيه في نفس اللحظه اللي رسمتي فيها، فبيبقى احساسك باين في الاداء، غير لما يبقى مختوم بختم كده ملوش روح. يعني ان انا فعلا لو في روح مثلا حبيت امضيها بعد كده، ما عنديش نفس تكوينات الالوان اللي بتبقى مفتعله قوي، بتبقى بلون تاني، بتبقى بقلم مختلف. خلاص تمام. بس جميل يا رانيا، وشغل حلو قوي. تسلمي يا دكتور. شكرا جدا. ميسة سامي، تاني تكوين تاني مختلف مع حضرتك. جميل جدا. هو المشكلة ان انا تقريبا قاعدة يعني على الترابيزة اللي عليها الرسم، فانا شايفها من زاوية. ومهما حاولت الكاميرا اعملها، الكاميرا بتجيبش الزاوية اللي انا شايفها. ان الكاميرا لو منها هتجيب البصلة بس، مش هتجيب بقية التكوين. كويس جدا. طيب دي حاجة مهمة قوي برضو لبقية الناس، وكويس يا جماعة ان احنا بنتكلم شوية عن تكسير القواعد في وسط ما احنا بناخد القواعد. يعني بصوا ازاي ميسا عملت المنظور بشكل مختلف، هي مصورة بزاوية جانبية ورسمتها من زاوية علوية. برضو دي في الحتة بتاعت المعالجة اللي اتكلمنا فيها من شوية. انا عاجبني التكوين في الرسمة اكتر من الحقيقة، ومتهيألي برضو انتوا شايفين كده. الاضاءة كمان، تركيز الغامق في بعض المناطق في الرسمة احسن من انتشار الغامق في الصوره كده. ولو حد يعني حابب يعلق على الجزئيه دي ممكن يتفضل، يعني لو حد شايف حاجه تانية ممكن يتفضل، بس انا شايف ان الرسمه التكوين فيها احلى بكتير من الحقيقه. فده الفنان بقى اللي بيعمل حاجه اجمل من الحقيقه، تلاقيه رسم لك شويه حاجات مكسره كده وزباله وبتاع، ويطلع منها لوحه قويه جدا.
فهايل يا ميسا، برافو والله. متشكره. والامضه كمان، الامضه كمان مكانها كويس، وزن التكوين، لان بصي تركيز العناصر والغامق واللون وقوه اللون موجود في الشمال، فالامضه كونك تحطيها ناحيه اليمين كويس. يمكن انا كنت بفضل تتحط هنا، لو اتحطت يمين شويه اكتر في الفراغ ده كانت هتوزن التكوين اكتر. هقول لك سر اللي انا بعمله ايه، بما ان انا ظهري مكسور وما بخرجش وما عندي قد وسطي، فانا عندي براويز من ايكيا، فبشوف الاطار بتاع ايكيا اللي بحط نقط فين الاطار هيخليني جزء من اللوحه، هو بظبط الامضه بتاعتي تكون جوه الاطار. ده التريك اللي انا بعملها. يعني انت هتقصي شويه من هنا. بالظبط، هي هتستخبى، هي دي اللي هتنزل. طيب ماشي كده، جميل جدا برضو، هيبقى مظبوط جدا، برافو. ثانك يو، زي الفل، شكرا جزيلا، متشكره ليك جدا، ربنا يخليك. طيب يلا نشوف بعد كده هبه سعيد. يا دكتور محمد ازيك يا هبه؟ هنا بقى يا جماعه بصوا الاحساس العالي في المعالجه، بصوا ازاي تحسوا ان الالوان كلها واخده من بعضها، مفيش فيه تنافر. الاضاءه حالمه جدا، يمكن الاضاءه في التكوين حاده قوي، بصوا كده على التكوين، الاضاءه حاده ومتحدده بالمسطره، لا هي عالجت الموضوع وخلت الاضاءه حالمه كده وبتسلم بعضها بهدوء. حتى الحواف بتاعه الظلال المرتميه على الارض زي احنا شايفين كده، هي ظلال حاده قوي في الحقيقه، بس هي عملتها بشكل هادي في الرسم. يعني حتى نسبه الغامق نفسها هي فتحته درجتين ثلاثه عشان تكسر الحاله بتاعه الحده اللي موجوده في الحقيقه. فاحييك يا هبه والله بصراحه، يعني معالجه حلوه جدا. تمام، شكرا جزيلا. شكرا، وان شاء الله وخلاص من هنا ورايح بقى الفتره الجايه هنبتدي نتكلم في حته المعالجه دي كتير، لان احنا هنبتدي نطلع شويه من القواعد الاساسيه عشان كل فنان منكم يطلع شخصيته بقى. يعني مش هقعد اقول لكم لازم تغمقوا ولازم مش عارف تعملوا نفس اللون ولازم التكوين يترسم بنفس الطريقه، هنسيب مساحه حريه شويه عشان شخصياتنا تبتدي تظهر قبل ما نروح لتكسير القواعد الكامل. فجميل يا هبه، تسلم ايدك. شكرا 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 جزيلا، الله يخليك. شكرا. أنا يا دكتور دارين. نعم. جميل جميل يا دارين، تكوين حلو مختلف، يمكن كان عاوز شوية فراغ فوق، مساحة فراغ فوق هنا كده. ما هو التكوين كان فيه بس مش انت طلعتيه فوق شوية. طيب انا عاجبني التلوين مختلف، في حالة مختلفة. ما اعرفش التكوين كان مونوكروم ولا كان ملون. لا هو التكوين نص نص، انا عندي صوره بالتكوين ابعتها. لا خلاص تمام مفيش مشكله. طيب هي كده خلصت ولا هتكملي فيها تاني؟ لا خلاص كده. طيب زي الفل. بصي بقى الامضه انت مضيها فين؟ هتتقطع لو البراويز بتاع البراويز هيقطع بالظبط، لان هو لازم ياخد سنتي كده او نص سنتي داير ما يدور، فالافضل ان هي تبقى هنا يعني فوق او هنا او هنا. ماشي. طيب انا ممكن اشيلها، هتلاقيها بيسيح اصلا بالميه وهكتبها في حته ثانيه. ما فيش مشكله خلاص، بس شغل حلو يا دارين، تسلمي. شكرا يا دكتور. نعم تمام، ده شغل حلو قوي. ده مين؟ حد مش كاتب اسمه؟ انا دكتور ولاء. انت ولاء؟ جميل يا ولاء جدا، حلو قوي. شكرا. انت لو انتيها ولا لا؟ لو انتها. عظيم عظيم، هي كده اصلا لوحه، يعني هي بالمونوكروم كده مش محتاجه تتلون اصلا، فبرافو والله، عايش شغل حلو قوي، عايش يا ولاء. طيب هنشوف الملونه بقى لما تيجي. طب ثواني، عايزه اسال على حاجه في المونوكروم. اسالي في المونوكروم. هو انا المفروض ان انا اشتغل في الغوامق بس، ولا الجزء مثلا بتاع الاستفاني دوت اسيب الحته البيضاء فاتحه زي ما هي؟ يفضل تسيبيها فاتحه، لان اليوستافندي ده فاتح مش غامق، انما لو عندك بتنجانه لونها غامق كلها وفيها لسعه اضاءه فاتحه هتسيبي فين الفاتح؟ في اللسعه الاضاءه بس، انما لو البتنجانيه فيها جزء تاني فاتح شويه وغامق شويه، لا خلاص اديها كلها غامق ولخصيه. تمام. طب تاثير الميه كويس؟ تاثير الميه زي الفل، حلو قوي، برافو. تمام، لما تيجي الملونه ان شاء الله هنشوفها. مين اللي راسم المشكاه دي؟ انا يا دكتور. روان؟ ايوه. تمام يا روان، جميل والله،
كويس جدا. يمكن بس السلسله دي حاسس ان هي بقت مدوره كده. تتحدى قانون الجاذبيه، تحسيها عملت حاجه مختلفه. تمام، بس لا شغل كويس قوي، تسلم ايدك. شكرا. ولاء. ولاء. حلو يا ولاء، كويس التلوين، بس عاوزين نكمل في الازازه. الازازه لسه يعني اليوسفي والارض والخلفيه خلاص. الازازه فيها غامق قوي، شايفاه؟ هو في الطبيعي فيها حاجات فاتحه. ما انا عارف ما فيها فاتح، بس الغامق جدا ده فين عندك؟ شايف الفرق ولا لا؟ غامق برضو لما بينشف بيفتح. لا ما بتحطيش انت غامق، انت بتحطي اخضر صح؟ ايوه اللون ده، اللون ده الغامق اللي في الازازه ده لونه اخضر. حطيت اسود عليه. لا مش اسود برضو. انت مش عندك بني غامق وازرق غامق ممكن تحطيهم على بعض؟ بني غامق وازرق غامق. ماشي، هيديك الدرجه الغامقه جدا دي. يعني دلوقتي مين اهم، ان اللون يبان اخضر ولا ان هو يبان غامق؟ مين اهم دلوقتي؟ هو لا الغامق طبعا، بس يعني الحته دي، الحته دي اللي انا هحددها دي تبان غامق. تمام كده. طيب لو عملتها غامقه باي غامق، بني غامق، ازرق غامق، احمر غامق، هتبقى كويسه ولا وحشه؟ كويسه. وهيفضل باين ان الازازه خضراء ولا لا؟ لان بقيه الازازه في الفواتح لونها اخضر صح؟ يعني انت عرفت ان الازازه دي لونها اخضر منين في التكوين؟ من المناطق الفاتحه ولا المناطق الغامقه؟ الفاتحه. هايل، حلو قوي. طيب في الازازه بتاعتك المرسومه الغامق لونه ايه؟ اخضر. خلاص فهمتي كده؟ يبقى انت بتحاولي تحطي اخضر في الغامق عشان تبيني ان الازازه خضراء، مع انها اصلا خلاص هي بانت ان هي خضراء في الفاتح. فاستخدمي اي غامق يحقق لك قيمه اللون اللي هي الغامقه دي باي لون بقى، مش فارق. تمام؟ تمام. يعني انت لو مسكتي حتى اسود، اسود وحطيتيه في المنطقه دي هيجسم الازازه كويس جدا. وانا فعلا حاطه اسود بس ما اعرفش خفيف. انت بتستخدمي لون فاتح وعماله تقليه بس مش بيفتح، لان هو اصلا مش فاتح. نسبه الاخضر الفاتح اللي انت مستخدماها في منطقه الغامق كتيره. تمام، بس هو في الطبيعي يعني ما هو في تدريجات كتير، بس الصوره بتلخص. فالصوره مدياني دلوقتي انطباع ان الغامق ده غامق قوي لان لون الازازه نفسه غامق. ماشي، وانت مدياني انطباع في الرسمه ان الازازه كلها فاتحه. تمام، فهمتي؟ فبس نظبط ده وخلاص. طب هو انا ما عرفتش في التلوين ان انا اعمل تاثيرات المايه قوي. انت بتعمليها ازاي تاثيرات المايه؟ انا بحط مايه كتير. حلو قوي، في الغامق ولا الفاتح؟ هو انا حطيت في كله. لا في الفاتح بس، انما في الغامق اقلل نسبه المايه. تمام، وكده كده احساس المايه خلاص اتعمل في مرحله التحضير وموجود اهو بنسبه كبيره في مرحله التلوين. انا حاسه اني لغيته في التلوين، كان باين حاجه بسيطه قوي، حاجه بسيطه قوي، بس مش مشكله، لسه اللوحه الوان ماي. بس الاهم من ده التونات، ما سيبش التونات ناقصه. تمام خلاص. تمام يا ولاء، ظبطي بس الجزء الغامق ده وخلاص. هنشوف ميسا بورتريه. معلش انا ابتديت من امبارح عشان طيب عملتي الاوتلاين عشان تلوني النهارده، مفيش مشكله خالص. جميل جميل، حلو قوي. ممكن بس نظبط الجزء بتاع الفك الشمال، يعني عاوز بس هو مايل شويه، يعني بصي الميل بتاع البق. اوكي شايفه؟ نعدله بس شويه كده وخلاص. ايه تاني، ايه تاني؟ برضو الفك من بره اليمين، بصي شكله عامل ازاي. انتي عاملاه مدور. اوكي، لا ده هو ليه شكل كده مميز. الشعر برضو من فوق ممكن نزوده شويه.
اوكي حاضر. بس جميل، بورتريه حلو قوي، تسلم. ميرسي، الف شكر. نهى رفاعة. ايه يا دكتور، مع حضرتك. ايوه يا نوح، جميل جدا. حلو انك حاطه المراحل كده. احساس الاكوريل عندي كويس قوي، التكوين تمام، الاضاءه مظبوطه، الرسم جميل. يمكن بس حاجه بسيطه قوي في المنظور، بصي كده ميل الخط ده، بصي ميل الكتاب. يعني انت عاملاه كويس على اساس ان احنا باصين للتكوين من فوق. بس يعني تمام، فخدي بالك بس منه عشان المرات الجايه. تمام يا دكتور، ميول الخطوط دي بس. بس شغل حلو قوي يا نهى، وتطور جميل والله، تسلمي. شكرا يا دكتور، ميرسي، ربنا يخليك يا رب. خدي بالك بس ان ملمس الترابيزه هو كمان رايح في المنظور، فطالما عملتيه بقى يعني لازم تعمليه جاي كده من نقطه هروب. بصي شايفه، واخده بالك انت عاملاه كله ازاي؟ انا عاملاه راسي كله، راسي كله، راسي. بس يعني حتى لو هتعمليه اديني احساس ان هو رايح في المنظور كده، يعني كام تاتش كده في اتجاهات مختلفه. تمام، بس تسلمي ايديك يا نهى. ماشي يا دكتور، شكرا. جميل، ما شاء الله. آلاء محسن. هي يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا آلاء، شغل جميل الحمد لله تمام. هو ده الوان ميه بس التكنيك الالوان الزيت بتسيحي كتير صح؟ اه، مش حاسس، مش راضي يجي ميه معايا خالص، مش عارفه ليه. لا هو ميه، هو ميه، مفيش مشكله، بس انا بتكلم من الاداء نفسه. اداء الالوان الزيت اللي هي على قماش، فالقماش بيستحمل، فبقعد اروح واجي بالفرش كده، انما الورق وده ورق 150 كمان، والله يكتر خيره مستحمل بجد. اه والله يعني، بس لا برافو، انت عملتي خدت طبقتين فوق بعض كتير. لا لا تمام، بس حاولي بعد كده ما تقعديش تموتي اللمسات. ازاي بقى يعني اقتنع ازاي ان هي كده تبقى مقبوله؟ مش عارفه اجيبها خالص. انك تحطي اللمسه بالفرشه وتسيبيها، سيبيها تنشف. تمام، وتعمل زي ما تعمل بقى، يعني تخرج على جنبها، تنشع، تسيل، تبقع، سيبيها هي حره. ماشي، انا بعمل كده واقوم جايبه بقى الطبقه اللي بعدها، اقوم مدخلاهم الاثنين في بعض عشان ما يبانش. لا ما ينفعش كده، انت بتموتي اللمسه خلاص. فسيبيها بحريه كده، وبعد كده حط فيها تاتش غامق خفيف ياكد التون، وخلاص سيبيه هيأدوا الغرض. تمام، بس ده شغل كويس. القله بس محتاجه تدور من تحت اكتر. هو انا كنت مصوره الاول، وبعدين ابن اختي خطف استوفنديه وجره، فاضطريت اصوره تاني عشان عشان احطهم مع بعض. طيب معلش. تمام، ده الشغل جميل يا لا والله، فاهمين. تمام، هو ازاي بقى دكتور احط يبقى ليا اللمسه بتاعتي، ان انا اما اشوف اللوحه دي ابقى عارفه ان دي بتاعتي؟ هي احط بتبقى لوحدها، مش بقلد بس. غصب عنك، غصب عنك. يعني انت قصدتي ان بصمات صوابعك تبقى غير حد تاني؟ انت قصده ده؟ لا لا خالص، فهو الرسم زي البصمة بالظبط، اشتغلي براحتك خالص وهتلاقي اسلوبك كده كده باين. يعني شغلك اهو باين، بس ما بعرفش احط التاتش بتاعي خالص. ما التقليد ده مرحلة من مراحل الابداع اصلا، واحنا بنعمله دلوقتي، بننقل الواقع بالظبط. شوية بشوية لما نكسر القواعد هتلاقينا شخصيتنا بتبان اكتر بقى، كل ما نشتغل بحرية. طيب تمام، بس ده شغل جميل، والقواعد مظبوطة، والتلوين والتظليل وكل حاجة زي الفل. تمام تمام، شكرا يا دكتور. وسام وجدي. يا أيوة. وسام جميل، يا وسام مختلف، مع انه عادي انا قلت ابسط الدنيا شويه عشان انجز. ما انا عاجبني التبسيط ده، ما التبسيط ده برضو نوع من انواع المعالجه، فانت عملتي معالجه حلوه. اللون القوي بتاع الازازه يمكن كان عاوز بس يزيد شويه في الرسمه، يعني كانت عاوزه تخضر اكتر. الفلفلايه بحس ان هي هتقع. أنا نقطة الارتكاز بتاعتها فين؟ حسيت كده بقى أنا صورت. فبس كويس، تجربة حلوة. الأصفر بتاع الفلفلاية كان عاوز يغمق شوية. ماشي. إيه تاني؟ بس، فأنت ممكن لو تقدري تقوي الأخضر بتاع الإزازة ده وتغمقي الأصفر ده كويس. تمام. لو تقدري. ماشي. بس ده شغل جميل، تسلم إيدك. ميرسي. نعم. ميسة سامي تاني. ميسة ما شاء الله منطلقة، عمالة تعمل تكوينات كتير، وبرضو عاملة لوحة أجمل من التكوين الحقيقي، دي حاجة هايلة بصراحة، وبتبقى صعب. يعني أنا بحسد الناس عليها، لأن أنا أحيانا مش بعرف أعمل كده، فبرافو يا ميسة والله. تمام، ميرسي. أنا بعترف هنا أول حاجة، أنا ما عملتش مونوكروم، أنا اشتغلت مش مونوكروم خالص. ما هو تمام، الألوان ناصعة وقوية.
لان انا المونوكروم بحس انه بيخليني زي الظل في الميزان، كان بيخليني اجمع اكتر من عايزه، فانا قلت هجرب بتجربه تانية. جميل. هي الطريقه دي ليها جمالها ودي ليها جمالها، والمفروض ان احنا ندرك الاثنين ونعرف نعمل الاثنين عشان ابقى عارف اسيطر على اللوحه بتاعتي كويس. بس ده شغل كويس قوي بالنسبه لي، رمزيه جدا، فما اعرفش هل بيبان الرمزيه في اللوحه؟ يعني انا طبعا هي دي لذكرى والدتي. والدتي توفت اخر يوم رمضان. الله يرحمها. فانا بالنسبه لي رمضان مش هيعود زي ما كان تاني ابدا، فانا حطيت الشمعة ان عمرها ما هنولعها تاني، انما مش موجوده ما هتولع تاني. وان العود اترمى على الارض، ان خلاص وما يفضلش غير السبحة ان نسبح بيها ندعي لها. فهل انا سؤالي هنا بقى، هل انا الرمزيه اللي انا شايفاها انا كواحده برسمها، الناس كلها اكتر واحده عجبتهم اللوحه، يعني التانيين ما حدش علق عليهم خالص، كنت مستعجبه ايه الغلطه اللي فيهم، فاما معجبهم، هل اللي انا كنت عايزه اساله برضه مش عارفه اساله، هل انا الرمزيه اللي انا بعمله، انا بعمل ده لان انا دي بعملها لروح ماما، فهل ده الناس حسيتها ولا هي عشان هي اللوحه ما عجبتها؟ أقولك. إيه اللي حصل؟ مش فاهمه. بصي، اول نقطه في الموضوع ان انت عملتي اللوحه دي وانت حاسه الموضوع كويس قوي، عملتيها بصدق ومن غير افتعال ومش عشان حاجه تانية خالص، يعني انت حتى احنا ما طلبناش منك تعملي ده، يعني ما طلبناش منك تعملي الاضافي ده كمان، فانت عملتيها بحب، فالحب اللي انت عملتيه ده يعني عملتي بيه اللوحه خلى الناس هي كمان تحب الشغل، لانك عامله حاجه وانت حباها، فبالتالي مفيش مجال ان انا افتعل واصطنع، فالناس حبت اللوحه بغض النظر عن معرفتهم بالقصه بتاعه اللوحه. تمام. وحتى لو انت ما قلت لهمش موضوع اللوحه ده، هيفضلوا حاسين نفس الاحساس ده، وممكن ناس يفسروها تفسيرات تانية مختلفه، وده جمال بقى الرمزيه، وجمال عموما فكره ان انا اعمل قصه كده بالتكوين، ان انا ممكن افكر في حاجه تانية او اسقط اللوحه على موقف خاص بي انا مش خاص بيك انت، فاهمه؟ ده بيحصل اكتر كمان في التجريديه بعد كده، لما نبتدي نشوف اشكال مجرده الفنان بيعملها، فاتخيل من خلالها حاجات يمكن الفنان عمره ما فكر فيها اصلا، فجميل. وحلو ان انت قلتي التفسير دلوقتي بتاع اختيارك للعناصر وطريقه وضعها كده في اللوحه، يعني ده زود اللوحه قيمه اكتر من قيمتها الفعليه، يعني فكره انك تقولي سبب عمل اللوحه، فبرافو يا ميسا، جميل. شكرا ليك. ميرسي ليك. نعم. امينه طلعت. ايوه ده امينه جدا، حلو قوي تاثير الميه، الورق مدي احساس مختلف، وضع العناصر كويس، التفاحية كبرت شويه ممكن بس مش مشكله. ايه اللي ناقص؟ قولي لي ايه اللي ناقص. الكمتر اللي تحت حسيها تايهه في ال ايه اللي مديني احساس التوهان؟ ايه اللي مديني في اللوحه عموما احساس التوهان؟ الاضاءه. لا الفتح عندي كويس. هو انا حاسه ان اصلا الليفلز اللي موجوده في الصوره مش عارفه اجيبها في اللوحه، اللي هي الغامق ولا الفاتح؟ لا التدريجات، يعني التفاحه اصلا فوق، الفواحه تحت. عشان ما تلخبطيش نفسك وتدخلي في متاهات كتير وتصعبيها على نفسك. ايه اللي اللوحه محتاجاه دلوقتي قدامك؟ ايه الفرق؟ بصي بعينيكي يمين وشمال بسرعه كده. أنا قولي لي كلمة واحدة، أنا عاوز كلمة واحدة، مش عاوز حكاية، ما تحكيش. البروز نفسه. لا إن أنا عاوز كلمة التدريج. أنا عاوز كلمة واحدة مش حكاية، فكري شوية كده وبصي عليه. إيه اللي ناقص في اللوحة بتاعتك؟ بالنسبة لي أنا حاسة إن هم عايزين يبرزوا عن الخلفية. برضو طب هيبرزوا إزاي؟ إيه اللي هيبرزوا؟ ممكن تكون القماشة من تحت كانت عايزة تفتح. ممكن يا جماعة حد يتطوع ويقول لنا إيه اللي ناقص في كلمة واحدة؟ بالظبط. غامق كده اللي انا عاوزها، يعني انت عندك مشكله حاولي تحليها، مش مشكله متعلقه بالرسم، وانا بحاول برضو كل فتره كده الفت لكل واحد المشكله اللي عنده ايه عشان يبتدي يعالجها، انك بتفكري كتير وبتحكي حكايات كتير على حاجه ممكن تبقى بسيطه جدا. تمام. الغامق ده لو عملتيه زي ما هو في الصوره خلاص اللوحه اتجسمت وكل حاجه هتبقى بارزه وزي الفل، وهتحسي بالتدرجات والنقلات. انا حاسه ان انا غمقت كتير. ازاي؟ بصي كده كويس للوحه، يعني القماشه حاسه ان انا غمقت فيها كتير. يعني على فكره ده كم متر مثلا؟ ما انت بتحاولي تبرزيها بالوان فاتحه. بصي كده، بصي الدرجتين دول شبه بعض. لا طب انت بقى محتاجه تغمقي ولا تفتحي؟ لا اغمق بس عن كده بالزبط. يعني انا حاسه ان انا غمقت كتير قوي، يعني اديت لها اصلا ليفلز كتيره وانا اوريدي ما كنتش شاده الورق كمان. هل هي بالليفل ولا باللون الغامق؟ ما انا ممكن امسك لون اصفر فاتح واقعد احط 500 ليفل.
هل هيغمق؟ هيغمق ولا لا؟ لا لا مش هيغمق. فانت ماسكه لي الوان فاتحه وعماله تغمقي بيها، مستحيل هتغمق. لا انا حطيت بني، ما هو بني فاتح ومخففاه كتير. لا لا بني غامق. انا عاوزك تتقلي، قللي نسبه الميه خالص. طيب هو انا اصلا ازرق غامق كمان. هو انا اصلا حاسه ان هم في يعني ممكن يكونوا، انا ممكن حضرتك تكون شايفها فاتحه علشان انا اصلا حاولت افتحها، لان انا بدات احس ان الغامق من كتر ما غامق قوي بقى عامل بوتش الوان، ما بقاش في هارموني ما بينه وما بين الالوان اللي حواليه. انا فاهم انا فاهم، ودي مشكله شويه بتبقى موجوده عند بعض الناس ان هو بيبقى خايف يغمق. ماشي، فانت انت مشكلتك كلها انك خايفه تغمقي، فغمقي هتلاقي الدنيا ظبطت صدقيني، من غير ما تبقي بتلغي اللي فات. يعني انا مش عاوزك تمشي على المنطقه دي كلها كده وتغميها كلها، لا ما هتسيبي الفاتح ده وهتغمقي هنا بس، بصي، وبعدين هتيجي في جنب التفاح وتغمقي الحته دي بس، وبعدين الحته الصغيره دي بس، وبعدين الحته دي بس، وبعدين جنب الكمتريه اللي تحت الجزء ده يغمق اكتر، فهتلاقي نفسك ما لغيتيش اللي فات بس في نفس الوقت حطيت الدرجه اللي ناقصه. وحاولي حواليهم الاثنين ابيض واسود كده وبصي عليك. تمام، فمشكلتك ابسط بكتير قوي من اللي انت بتقوليه، مشكلتك كلها في ان التون الغامق ناقص. تغمقي ازاي؟ تجيبي درجات غامقه جدا وتقللي الميه فيها خالص. يعني هنشوف كده، هجيب لك حد من المغمقين. بصي كده، بصي رانيا مغمقه ازاي؟ واخد بالك؟ غمقت كده ازاي بقى؟ يعني ايه ازاي؟ يعني عملت الغامق القوي ده ازاي؟ بألوان غامقة. بالظبط، ألوان غامقة جدا وقللت نسبة الماء. ماشي؟ فاعملي ده يا ريت ورينا الصورة تاني. اوكي، بس لو أغمق برضو، السؤال إن هو أغمق من كده هيبقى فاصل، هو دي البوينت. انت خايفه من دي، مخاوف دي، حاجات ما حصلتش لسه. لا انا اوريدي كنت شايفاها، يعني انا ستيل لحد دلوقتي بتقول ان هو مش يعني حضرتك بتقول ان هو مش غامق، وانا ستيل حاسه ان هو فاصل. ما هو ده دي، ما انا عشان كده بقول لك دي مخاوف، دي حاجه عندك في دماغك انت بس، فحاولي تحطي غامق. مش مخاوف، انا ده اللي انا شايفاه بعينيا، ان انا حاسه ان هو. معلش استحمليني بس للاخر وغمقيها كده وريها. غمقيها اكتر ما انت متخيله، يعني سوديها. ماشي، بس الظلال، لكن مش الاماكن الغامقه، لكن مش في القماشه من فوق. لا بصي الجزء اللي فوق ده، شايفه فرق التون؟ بصي الجزء ده، الجزء ده كل ده يتغمق، التفاحيه كمان الغامق بتاعها يزيد وظلها، الحاجات اللي في الفازه، غامق الفازه، الغامق اللي في القماشه ده يزيد قوي، كل الغوامق اللي تحت دي تكتر، الغامق اللي تحت ده يزيد قوي، كل اللي انا حددته ده غمقيه وريها لي، نشوف بعد كده انت كنت صح ولا غلط. اوكي، طب هو انا ممكن اشتغل فيها بعد ما شدتها؟ اشتغلي ونزليها. ولا شدها ولا لا 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 ما تشدهاش، ما تشدهاش، اشتغلي فيها على طول، اعمليها بس بسكوتش كده من فوق وخلاص، من فوق ومن تحت. اوكي تمام، ماشي يا امينه، شكرا جدا. شكرا جدا. ساره خالد، كويس يا ساره، بس حاولوا تبعدوا الفتره دي عن الحاجات الشفافه. انا كنت بجرب حاجات شفافه وندمت تقريبا. بلاش بلاش دلوقتي خلاص، بس كويس يعني عاملاه كويس. هو انا بس حصل كمان عندي مشكله، ان انا حصل عندي خلط بين حاجتين، البستل والجواش، فانا عارفه الفرق بينهم بس مش عارفه ايه اللي خلاني يعني افتكر ان احنا بنعمل الساعات دي بالبستل واحنا المفروض بنعملها بالجواش. تمام، لا ما هو دخول الباستل مع الاكوريل ده حاجه تانية لسه هناخدها. فانا عملت كده في حاجات عايزه اعدلها طبعا، مش عارفه علشان أيوة خلاص هتقلب جواش، هتبتدي تقلب جواش، في طبقات لون بقى. بس لا تمام زي الفل، حلو ان احنا بنجرب. ايوه اتفضل. بس المشكله عند ساره، هي شايفه ان الحاجات اللي شفافه ديت لونها ابيض، مش واخده بالها ان هي بتشف اللي وراها. بالظبط، هي محتاجه بس تشوف دوت بعينيها كويس. المفروض ده يشف الظل اللي وراها. هو شفاف كل دوت والازاز. يعني المج نفسه والايد ديت، الايد مش كلها بيضه كده، كلها بيضه. بالظبط. جميل جدا، شكرا يا استاذه نعم. العفو، ربنا يكرمك. طيب يا جماعه خلاص نقفل بقى على الطبيعه الصامته عشان ما نضيعش وقت المحاضره، ونبدا في البورتريه.
طيب دكتور، هو انا لوحتي ما جاتش برضو. انت بعتيها امتى يا حبيبي؟ انا بعتها 2/4، هو انا بصراحه كنت نسيت ابعتها فبعتها قبل المحاضره. طيب ما هو الواجب مش بيتبعت 2/4، ده بيتبعت خلال ما انت شغاله طول الاسبوع، يعني وقت ما تخلصي. انا خلصتها يوم الاربعاء والله، ونزلتها على الفيسبوك كده بس نسيت خلاص ابعتها. تمام هنا. طيب عموما احنا الواجب بنجمعه من التليجرام، فانت الاول ننزل على التليجرام وبعدين ننزل على الفيسبوك. خلاص تمام. طيب هروح اشوفها. معلش يا ريت يا امينه، معلش ابعتيها لي. موجودة. تمام حبيبي، زي الفل، شكرا جدا. نشوف صورة حبيبة وبعدين نبتدي على طول محاضرة البورتري. شغل حلو يا حبيبة. تمام، التطبيق كويس، المونوكروم تمام، والبوليكروم كويس جدا. يمكن بس زي ما قلت لك المرة اللي فاتت ان البراد ده مدور دايرة كاملة، انت برضو عملت فيه انحناءات كتير وبروزات كتير مختلفة مش موجودة في الحقيقة. تمام. طيب دكتور، هي حد قوي يعني، انا مش عارفة خالص اسيب المية تجري، يعني مش متعودة على كده. نحاول نتعود، بس هي الوان مية يعني، انا مش معترض عليها خالص، بس انت برضو بتلونيها بتكنيك الزيت تسيح. انت ما تسيحيش، هي المية بتسيح الحاجات لوحدها. طيب هو تون القماشة مظبوط؟ لا، القماشة لو شفت اللوحة لوحدها من غير التكوين هقول ان القماشة فاتحة. انا بصراحة كنت خايفة احط اسود او حاجة غامقة تبوظ اللوحة او كده. لا، قبل الاسود في عندك بني غامق وعندك ازرق غامق، ممكن يتحط على البني الغامق، ففي درجات تانية غامقة كتير ممكن تعمليها من غير الاسود. يعني شايفة درجة الظل بتاعة البراد دي، كان ممكن هي تبقى التون بتاع القماشة العام والظل يغمقها اكتر من كده. ماشي تمام. بس طبعا الحل بتاعك في الرسمة احلى، لان القماشة الغامقة كتيرة قوي بصراحة في التكوين. تمام. يعني كان المفروض تحطي قماشة هاف تون مش غامقة قوي كده. تمام تمام. بس زي الفل يا حبيبة، تسلم ايدك. ممكن اسأل سؤال بالنسبة للبراد؟ والبراد انا شايفة نحاسي شوية وهي عاملة على فضي. انا كان عندي مشكلة ان انا السبحة كانت الشرشوبة بتاعتها فضي، مش عارفة اعملها ازاي. تمام. نعمل نحاسي وازاي نعمل فضي؟ وانا مشكلتي كانت اللون ده هنا لونه ايه؟ مصفر ولا محمر ولا مزرق؟ مصفر، وفي درجة بني وفي درجة احمر. بس الغالب عليه انه مصفر، فهي ما حطتش الاصفر عشان كده باين ان هو سيلفر مش مصفر، وهو البراد سيلفر اصلا، بس هو في الصورة عشان الاضاءة مصفرة فمصفرة، فهي مش مصفرة في الرسم. هي ثابته بلون الورقة مش كده؟ كان محتاج اصفرات كده عشان يديني احساس الاضاءة بتاعت التكوين. اوكي ماشي. فاحنا ما بنشغلش بالنا بالمادة الخام بتاعت الحاجة قد ما بنشغل بالنا باللون والتون. لو اتعمل مظبوط المادة الخام هتطلع لوحدها. اوكي خلاص. اوكي بس جميل جدا. يلا يا جماعة هستأذنكم بقى، يعني هنأجل أي أسئلة في البورتريه لحد ما نخلص المحاضرة. يا روان بتقول حاجة؟ طيب ماشي، نشوف لوحة روان تاني. معلش يا ريت يا جماعة نبعتش الحاجات على آخر لحظة كده عشان ما ناخدش بس من وقت المحاضرة الأساسية. تمام، دي اللوحة بتاعت روان اللي كملتها. محدش يبعت واجب تاني، خلاص طبيعة الصمتة، قفلنا الباب كده. حلو قوي يا روان، جميل ما شاء الله. المنظور بس بتاع الحبيبات دي، يعني انا في التكوين كانت عاملة كده، واخدة استطالة كده شوية، بس كويس يعني مش حاسس بأزمة، يمكن بس عشان انا شفت التكوين الاصل. الكوباية اتجسمت كويس، بس طبعا الايد بتاعتها كانت هتبقى افضل. حلو قوي. تمام، دراسة الكرواسو ده حلو قوي، بس كملي بقى الجزء الابيض اللي ورا. حاسس كده في جزء مفصول، احط له اصفر شوي، اصفر فاتح، اي لون خفيف جدا، اي لون خفيف جدا بس يكسره، ما يبقاش سوليد كده، لان كده كانه لسعه اضاءه، كانها كل دي لسعه اضاءه، فصعب قوي، كان النور لاسع الحته دي. اوكي تمام تمام ماشي، جميل يا روان. شكرا. يلا يا جماعه هنبدا المحاضره. شكرا جدا. نبدا المحاضره، واي اسئله يا ريت عاوزين تسالوا فيها ممكن تبعتوها في الشات او تبعتوها بعد ما اخلص. يلا بينا.